وصفا للشبه في تورطهم في أعمال العنف والشغب التي تخللت المظاهرات المناهضة لمشروع قانون الأمن الشامل مساء السبت. وأكدت الوزارة إصابة 62 من رجال الشرطة والدرك بجروح خلال المواجهات مع المتظاهرين. معنا من باريس مراسل الجزيرة لطفي المسعودي. لطفي، كيف يبدو التفاعل مع قضية الاعتداء إذن والمحاكمة فيما يتعلق بهذا المنتج الموسيقي، وكيف يمكن أن ينعكس أيضا على مشروع قانون الأمن الشامل؟ نعم ميادة، ربما تسريع السلطات الفرنسية بعرض رجال الشرطة الأربعة على القضاء ظهر اليوم ربما فيه يعني بادرة من أجل تهدئة الأوضاع المتوترة جدا في فرنسا بسبب عرض قانون الأمن الشامل على مجلس النواب ومجلس الشيوخ للمصادقة عليه، وفي ظل ما يلقاه من معارضة كبيرة ترجمتها المظاهرات العارمة التي شهدتها مختلف المدن الفرنسية بالأمس ومنها العاصمة باريس. ميادة، المتهمون الأربعة هم فعليا نشاطهم المهني مجمد، واليوم تم عرضهم على القضاء ويتم التحقيق معهم في مقر المفتشية العامة للأمن الوطني بشأن الاعتداء بالعنف المادي واللفظي وبألفاظ عنصرية على مواطن فرنسي، بالإضافة إلى استعمال يعني شهادات مزورة أو الإداء بشهادات مزورة في محاضر رسمية خلال استنطاقهم بشأن الواقعة قبل أن تظهر مسألة فيديوهات التي صورت مشهد الاعتداء لتفضح يعني أو لتعكس حقيقة مغايرة للوقائع بالضبط. ربما ميادة المسألة سوف تتطور أكثر فأكثر، لأن اليوم كذلك هنالك حديث كبير هنا في فرنسا عن الاعتداءات التي جدت بالأمس خلال المظاهرات حتى على الصحفيين، وحادثة الاعتداء على المصور الفوتوغرافي لوكالة الأنباء الفرنسية والصور التي يتم تداولها بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي لمظهر المصور الفوتوغرافي لوكالة فرانس بريس ووجهه الدامي بعد أن تم الاعتداء عليه بالأمس من قبل رجال الشرطة في المظاهرة في ساحة لاباستيل. أشكرك جزيل الشكر من باريس مراسل الجزيرة لطفي المسعودي.